ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ ومكملين مع بعض احداث مسلسل حيرة، الحلقة 124 و125. احب اشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة دي اللي بتشجعني دايما اني انزل لكم احداث المسلسل. تعالوا نشوف، لان الحلقة مشوقة جدا بعد سرقة فريدة، وهنشوف اتهام عدنان ليها، وكمان بيخلي واحد الحرامي يعني يقول ان جمال هو اللي خلاه يسرق فريدة علشان يوقعهم في بعض. خطة ذكية جدا من عدنان. تعالوا نشوف الأحداث. عدنان، إيديها متعورة وبتقول إن هي اتسرقت وإن الشنطة اتسرقت منها لما خرجت من الشركة. هي قامت كتير ومسكت الشنطة جامد لدرجة إنها وقعت على الأرض وإيديها اتعورت، لكن يعني مفيش جدوى، سرقوها ومشيوا. عدنان قال له: كنت فين لحد دلوقتي؟ أنت طالعة من الصبح من الشركة. قالت إن هي كانت بتلف في أقسام الشرطة يمكن تلاقي حل، لكن مفيش فايدة. عدنان بيتهمها بالسرقة وبيقولها: أنا مش مصدقك، أنت أكيد اللي سرقت الفلوس دي، وبتحلف إن هي ما سرقتش حاجة أبدا ولا أصلا تهمها الفلوس. كمان مع هندي في المستشفى، كالعادة سوزي بتعامله معاملة وحشة جدا وبيقولها: أنا استحملت كتير، أنت ليه بتعامليني كده؟ قالت له: فين أهلك إن شاء الله؟ سايبينك كده يعني أنت ومراتك لوحدكم هنا في المستشفى، محدش وقف جنبنا؟ رد وقال: ما انت كل شويه بتبهدليهم، فاكيد يعني مش هيجوا علشان ما يشوفوكيش وتبهدلي فيهم يعني، وكمان انا موجود هنا. سوزي متضايقه جدا، وهند بتدافع عن كمال، وسوزي بتتضايق اكتر. عدنان عصبي جدا، بيتهم فريده بالسرقه وبيقول لها: انت اللي سرقتي الفلوس، انا عارفك، ما بيهمكيش غير الفلوس. غير الفلوس؟ فاكره ولا فكرك موضوع سليم لما سرقتوني زمان؟ قالت له: انا ما يهمنيش فلوس ولا ما سرقتش حد، وعيب قوي لما تقولي الكلام ده. التصاميم اللي انا المفروض اخد فلوسها اديت لك الفلوس كلها بتاعتها، انا ما يهمنيش فلوس. لكن طبعا خطيبها كان واقف معاها موقف شهم جدا، فضل يقول لهم: دي ما سرقتش حاجه ومحدش يغلط عليها، وانا ممكن ادفع لك الفلوس اللي انت عايزها. ساعتها عدنان قال: والله تقدر تدفع المبلغ ده كله؟ قال له: كام يعني؟ فقال له المبلغ. قال له: خلاص انا هدفع لك، لكن اوعى تهين فريده، انا مصدقه ان هي ما تعملش كده وعمرها ما تسرق. وكالعاده جمال قاعد ومش بيتكلم، وسمر جنبه وخايف يتكلم لا تهزقه. لكن خطيب فريدة كان بيدافع عنها وقال ان هو هيدفع الفلوس ومش عايز حد يهينها تاني، وبياخدها وبيخرج. سمر ومديحة بيتكلموا ان البنت دي خلاص عملت لهم مشاكل كبيرة جدا ومش قادرين يستحملوا اكتر من كده. رويدة وسهير موجودين هما الاتنين في المحل بينظفوه، وكمان بيكون موجود كمان سهير. طبعا بدمها الخفيف بتحب تهزر وتحكي وتتكلم، وطبعا رويدة كانت بتمثل ان هي يعني مش بتحب كمان ولا حاجة. سهير بتقول ان هي تعرف قصة حلوة قوي، كان في واحدة هنا ساكنة في الشارع ده كانت بتحب واحد، والواحد ده اتجوز واحدة غاب 30 سنة معاها، وفي الاخر رجع علشان خاطر يتجوز حبيبته. شفتوا بقى الحب؟ بعد 30 سنة اتجوزوا رغم ان حبيبته دي ما كانتش بتبتسم لأي حد وكانت دايما كئيبة، وما اتجوزتش بعديه غير بعد 30 سنة لما رجع هو واتجوزها. شفتوا بقى الحب؟ طبعا كانت بترمي عليهم بالكلام. ساعتها رويدة قالت لها: شوفي شغلك يا سهير وبلاش كلام كتير. ملاقي بعد كده سعاد بتلبس عشان تروح لهند. ساعتها وسام قال لها: اوعي تحكي لحد، ابوس ايدك. قالت له: مالكش دعوه، ما تتكلمش معايا خالص. بتسلم على بلقيس وبتخرج. بينما بنلاقي بعد كده سمر حبت توقع سهيل، فقالت: سهيل هو اللي عمل كل ده، هو اللي وزع الفيديو ونزله على الانترنت. وطبعا ساعتها كان فاير جدا وراح لسهيل وقال له: انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انت ازاي تنشر الفيديو؟ قال له: انا عملت كده علشان خاطر يعني انا ما وريتش الفيديو لحد غير سمر، بس على فكره انا ما اعرفش اصلا ان الفيديوهات هتتنشر لان التليفون ضايع مني، حتى بصي تليفون جديد اهو. وكمان يعني يا خالي انا ما كانش قصدي حاجه غير اني اوري سمر الفيديو واوريك عشان احذرك، اقول لك: شوف جمال لسه بيحب فريده اهو، مش اكتر يعني. قال له: عايز تثبت لي يعني ان انت معانا بعد اللي عملته مع فريدة، دخلتها الشركة واديتها بيتك وكل ده؟ قال له: ايوه طبعا انا معاك يا خالي. قال له: طيب اثبت لي وروح دورلي على الراجل اللي سرق الفلوس من فريدة زي ما هي بتقول يعني علشان نشوف مين اللي بعته. قال له: بس كده؟ طبعا هروح حالا وادور لك على الشخص ده. وبيروح هو وسيف فعلا. بينما قصي بيوصل فريدة على الشركة، لكن المفاجأة القوية ان الفلوس كانت معاه. فاكرين لما فريدة راحت على الحمام؟ فريدة لما راحت على الحمام سابت الشنطة بتاعت الفلوس على المكتب.
وساعتها خطيبها سرق الفلوس دي. بعد كده بيقول ان هو سرق الفلوس دي علشان خاطر يساعد فريدة، مش عارفين طبعا الحكاية ايه بس اكيد هنفهم. سوزي موجودة مع هاندي في المستشفى كالعادة، بتشتم على كمال ومش طايقة ابدا. سعاد بتدخل وسوزي بتخرج. سعاد بتكلم هند وبتقول لها ان هي لازم تقول كل حاجة لكمال وتفضحها. قالت لها لو قلتي حاجة انا اللي هفضحك، وابنك ده حرمي في السجن. قالت لها يعني ايه تهدديني؟ قالت لها ايوه، بصي بقى هقولك على المكان اللي فيه الفلاش او الاسطوانة ايا كان فيها فيديو هيعجبك جدا، روحي واتفرجي عليه. وتقول لها على المكان بالظبط. سعاد مش فاهمة حاجة بس قالت تروح. بنشوف بعد كده سمر كانت عايزة توقع سهيل، لكن سهيل طبعا بقى كويس وبيقول ان هو معاهم دلوقتي، فكانت متغاظة جدا من تصرفاته. جمال بيروح لفريدة وتقوله نعم انت كمان هتتهمني؟ جاي علشان خاطر تقول ايه؟ قال لها انا مصدقك ان انت ما سرقتيش حاجة يا فريدة. قالت له والله صدقني هنا، لكن هناك خايف تتكلم علشان سمر ما تعملكش حاجة، وهنا بس انا وانت واقفين تقول لي ان انا ما عملتش حاجة. عامة انا مش محتاجة منكم اي حاجة، وانا فعلا بريئة وما سرقتش حاجة. سهير برضو بتحكي وبتتكلم، ورويدة وكمال هما الاتنين بيشتغلوا. بتقولهم فاكرين من كام شهر لما كنا هنا وكنا بنبيض ومبسوطين؟ ياه كانت ايام حلوة والله الايام بتعدي. رويدة قالت لها اكتمي بقى وركزي في شغلك. رويدة بتتعور، كمال بيجري عليها وبيكون مخضوض جدا، لكنها قالت له مفيش حاجة، تعويرة بسيطة مش أكتر. وسهير شايفاهم بيحبوا بعض قد إيه، وطبعا مش قادرين إن هما يرجعوا لبعض تاني. هندي في المستشفى قلقانة، يا ترى سعاد راحت ولقت الحاجة اللي هي المفروض تلاقيها ولا لأ؟ مستنياها. عدنان رايح للراجل اللي بعته علشان يسرق فريدة، بيقول له فين الفلوس؟ قال له الشنطة ما كانش فيها فلوس. قال له نعم. قال له أيوة والله أنا فتحتها ما لقيتش فيها فلوس. قال له أوعى تكون بتلعب معايا. قال له لا والله مش بلعب معاك، أنت عارفني. الشنطة كانت فاضية، تقريبا البنت دي ممكن تكون هي اللي سرقت الفلوس. طبعا بينصدم عدنان. وسام بيروح عشان يسأل على رويدة وسهير ويساعدهم، لقى كمال. كمال بيقول له أنت جاي هنا ليه؟ قال له أنا كنت جاي أساعد، وأنت هنا ليه أصلا؟ المفروض تكون مع مراتك هنادي هناك في المستشفى. قال له مالكش دعوة، ما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه، وعامله معاملة وحشة جدا. خطيب فريدة قرر إن هو يساعدها، جايب الفلوس نفسها أصلا اللي كانت في الشنطة وبيقول لها تعالي معايا. قالت له على فين؟ قال لها بس تعالي، واخدها على طول من ايديها وراح. سعاد بتدخل على المكان اللي هند قالت لها عليه، بتدور على الفلاشه او الاسطوانه مش لاقي حاجه. في الاخر بتلاقي، بتقول ايه ده فيها ايه يا ترى؟ احطها في ايه عشان خاطر افهم يعني؟ انا مش فاهمه حاجه، ماليش في الحاجات دي. وساعتها كمال بيجي بيقول لها بتعملي ايه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ قالت ده دي حاجه كده تبع طالب، يعني طالب عند واحده صديقتي في الحاره، يعني كان عايز نسخ الفلاشة دي، فأنا كنت بدور على حاجة عشان أسخله يعني. قال طيب خلاص أنا ممكن أسخها لك، أنا عندي اللابتوب بتاعي. قالت له لا لا مش مشكلة. قال لا لا إزاي أنا هنسخها، بس تعالي هاتي. قالت أنا كمان كنت جاي علشان أخد هدوم لهند. قال لا تمام. خطيب فريدة بيروح بمنتهى الشجاعة وبيقول الفلوس أهي، فريدة ما سرقتش فلوس، ودي الفلوس اللي أنت طالبها، بس ما حلكش إنك تهينها بعد كده. فريدة طبعا ما كانتش تعرف إن هو هيعمل كده، والكل مصدوم. عدنان بيقول والله طلعت بطل كويس تمام، بس خد بالك ممكن تفلسك، دي بتاعت فلوس، بتاعت مصلحتها كمان. قالوا ما تدخلش في اللي مالكش فيه وما تتكلمش عنها كده ابدا. كمال كان قاعد على اللابتوب عشان خاطر ينسخ الفلاشه او الحاجه دي بتاعت سعاد، لكن مره واحده بيجيله اتصال من سوزي بتقول له ان هند محتاجاك عشان المفروض تخرج دلوقتي. قال لها طيب خلاص انا جاي. في هذه الأثناء سعاد كانت بتتفرج على اللي موجود في الفلاشة وبتشوف الفيديو بتاع وسام وهو بيسلم الفلوس والبضاعة لصاحبه ده من رئيس العصابة. اتصدمت ومسكت الأسطوانة ولا الفلاشة وكسرتهم كلهم. لما جه كمال قال لها أنت عملتي كده ليه؟ قالت معرفش أنا بشدها يعني انكسرت، مش مشكلة خالص خلاص أنا هاخد الهدوم وأروح. قال لها لا استني خلاص هندي جاية مش محتاجة هدوم. نلاقي بعد كده عدنان في الشركة بيتكلم مع جمال وخطيب فريدة وبيقول له والله طلعت شهم. وطبعا هما بيتكلموا كان سهيل وسيف لقوا الراجل اللي سرق فريدة، جابوه على طول على الشركة عند عدنان، وساعتها قالوا له اعترف مين اللي قالك تعمل كده. عدنان قال البنت دي صح، البنت دي هي اللي قالت لك تعمل كده. رد وقال لا انا معرفهاش. قالوا له امال مين اللي خلاك تسرق؟ رد وقال جمال. الكل بيتصدم طبعا. بينما سهير قررت تعمل حاجة كده ذكية،
راحت بسرعة خدت التليفونات وشنطة رويدة وخرجت بره وسابتهم يتخانقوا، لأن كمان ورويدة كانوا بيتخانقوا على موضوع وسام، بتقوله ازاي مش بتكلم ده كان وسام بالشكل صاحبك ده، مش برضو؟ ده كان ازاي صاحبي؟ بتعامله كده؟ قال لها ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه، انا اتعامل زي ما انا عايز وانا عارفه كويس جدا، انت بس لقلبك طيب. اثناء خناقتهم سهير لمت التليفونات وخدت بعضها وخرجت على طول، اتسحبت بره المحل وقفلته عليهم. فضلوا يخبطوا يقولوا لها بلاش هزار افتحي، قالت لا مش هفتح، خليكوا هنا لما تفكوا المشاكل اللي بينكوا وتحلوها ابقى انا افتح لكم الباب. وسابتهم مع بعض ومشيت وكان معاها التليفونات. سوزي بتقول لبنتها يلا بينا عشان نمشي، قالت لها لا انا مش همشي غير لما كمال يجي ياخدني. قالت لها يجي ياخدك على فين؟ اوعي تكوني عايزه تروحي البيت بتاعه الصغير ده. قالت ايوه انا مع كمال في اي مكان يبقى فيه، انا هبقى مبسوطه معاه. قالت لها تتجننتي، بعد الفيلا اللي كنت عايشه فيها والعز تروحي تسكني في مكان زي ده؟ انت عارفه لو ابوك عارف هيعمل ايه؟ قالت لها انا بحبه وهقعد معاه في اي حته، انت لسه فاكره ان عندك بنت؟ ما انت راميني من زمان، انا هعيش معاه. قالت لها ركزي فكري تعالي معايا ربنا يهديكي. هند بتسكت وكأنها كده بتفكر. بينما عدنان بيتخانق مع الراجل اياه وبيقول له انطق، متأكد ان جمال؟ قال له ايوه جمال هو اللي قال لي كده، قال لي اجي واسرق فريده وهي هتخرج دلوقتي بالفلوس. طبعا الكل بيصدم، وكمان جمال بيضرب الراجل ويقول له انت كذاب، انا قلت لك برضه كده ازاي؟ انا قلت لك اسرق فريده، انا اول مره اشوفك انت كذاب. وكانت طبعا خناقه كبيره وصدمه قويه لفريده اللي كانت فاكره فعلا ان جمال ممكن يكون عمل فيها كده، وبعت لها الراجل ده علشان خاطر يسرقها، علشان خاطر يسبب لها مشكله ويبعدها عن الشركه. فريده في البيت وكانت متضايقه جدا بسبب اللي حصل، وبتكلم سهير وبتقول له ان جمال قال لها بمنتهى البساطه كده ان هو مش بيحبها ابدا وان هو بينساها. سهير قال ان ده غلط وان هو بيعمل كده بس علشان خاطر ما يبينش حبه، واكيد بيحبها وبيفكر فيها لكن بيحاول يتهرب منها. بتدخل سعاد لسهير تطمن عليه، وساعتها بيوريها الفيديو بتاع جمال وفريده، وبتكون فرحانه جدا وبتقول انا عارفه ان هما بيحبوا بعض، يا رب يرجعوا، انا عمري اصلا ما حبيت سمر دي. في المستشفى الكل موجود مع هند وبتفوق وبتكون خايفه يكون حد قال الحقيقه، لكن مفيش حد طبعا بيعرف حاجه، مامتها معاها وخايفه عليها. مديحة في البيت هي وفاء، مديحة بتبكي بسبب اللي حصل والأحداث اللي بتيجي ورا بعضها، إن هي ما فرحتش بابنها كمال والموضوع باظ، وهند في المستشفى وجمال كمان سمر سابته وراحت على الفندق، وحتى بنتها مش بتخلف، فبتفضل تبكي وتعيط وبتهديها وفاء وسعاد. وبنشوف بعد كده سمر قاعدة في البيت وبتكون بتتفرج على الفيديو بتاع جمال وفريدة، حد بيخبط الباب، ما كانتش فاكره ان ممكن يكون جمال، لكن بيكون فعلا جمال وبيسال عنها وبيقول لها ايه اللي خلاك تمشي من البيت، وانا قلت ان انا مش هاجي اخدك بس برضه جيت علشان خاطر اشوفك. لعب العيال ده انا ما بحبهوش، تقدري ترجعي البيت في اي وقت تحبيه، وانا مش بحب اكرر كلام كتير وكده ممكن تخسريني. وبيمشي. بينما بنلاقي ان سوزان ام هند بتصرخ على كمال بتتضايق منه، بتقول له انت السبب في كل اللي حصل، وطبعا بيكون متضايق جدا لكنه بتروح مستحمل. مديحه ووفاء علشان يطمنوا على هند، وهناك سوزان بتقعد تتريق عليهم وبتقول لهم لسه فاكرين تيجو بنتي كانت بين الحياه والموت وانتوا لسه جايين دلوقتي، وبتعملوا معامله وحشه جدا. بلقيس موجوده في البيت بتتكلم مع رويده اللي كانت حالتها وحشه جدا وبتعيط على طول، مش قادره ان هي تعمل لها اي حاجه. سعاد بتزور فريده في المكان بتاعها وبتقول لها بقى برضه بحطك في مكان قذر زي ده صغير وضيق ليه كده؟ قالت عادي مفيش اي مشكله. قالت لها طب يا بنتي كلمي شاكر بيه، ممكن يعني يكلمهم يعني شويه كده يدوكي مكان حلو. قالت لا انا مش كل شويه بقى هكلمه، انا مش عيله صغيره يعني حل مشاكلي بنفسي، وعادي المكان يعني انا ممكن اتقبله مفيش اي مشكله. بتقول لها طيب والخاتم ده انت خلاص يعني هتتخطبي للانسان ده خلاص هتتجوزيه؟ قالت لها مش عارفه بس انا مش قادره افكر. قالت لها اللي انت بتعمليه ده غلط، لو مش بتحبيه ما تعلقيهوش بيكي لان ده هيبقى حرام، لو انت فعلا عايزاه اقبلي الخاتم. بيجي بعد كده خطيبها وبيدي لها الورد وبيكون فرحان جدا بيها، وبيجي عدنان عشان يهزقها كالعاده، بيخبي بسرعه سعاد وبيقول مش كل شويه زيارات، احنا مش قاعدين هنا في مكان يعني في كافيه او حاجه عشان كل يوم والتاني خطيبي الجاي يزورك هنا. وفاء بتقرر ان هي تروح لسمر في الفندق وبتقول لها ايه اللي قعدك هنا؟ روحي جمال ممكن يعني ما يسالش فيكي تاني،
انا عارفه اخويا كده بتضيعيه من ايدك، بتدي فرصه كمان لفريده. قومي غيري هدومك دلوقتي حالا ولمي هدومك ويلا ارجعي على البيت وروحي الشركه لجمال وفاجئي. وطبعا بتخاف ان جمال يضيع منها، فبتقرر فعلا ان هي ترجع. بينما بتيجي دعوه لرويده وفي نفس الوقت الكمال، الراجل صاحب المحل اللي كانوا مأجرينه منه، فاكرينه؟ الراجل ده رافع عليهم قضيه علشان خاطر المكان بعد الحريقه، يعني كان في مشاكل كبيره جدا، يا اما يدفعوا فلوس يا اما يرجعوه زي ما كان. طبعا الاتنين بيوصل لهم الدعوات دي وبيتفاجئوا. بينما فريده بتخلع الخاتم وبتديه لخطيبها وبتقول له ان هي مش جاهزه دلوقتي. ما تفهمنيش غلط، بس انا فعلا مش جاهزه دلوقتي ان انا اتخطب يعني. قال لها خلاص خليه معاكي لما تبقي جاهزه البسيه، ومصر جدا عليها. وبنلاقي بعد كده سوزان موجوده مع هند في المستشفى، وكالعاده بتشتم في كمال وبتقول لها هند ما تشتميش فيه، انا بحبه وهستنى معاه، وانتي اصلا طول عمرك سايباني لسه جاي تسالي عليا دلوقتي. وكانت منهاره جدا. رويده بتروح تتكلم مع الراجل اللي رفع عليها القضيه وبتقول له ما ينفعش كده، قال لها انا عايز فلوسي اما ترجعوا المكان زي الاول. كمال بيجي وبيديله فلوس، لكن رويده بترفض وبتقول لا ما ينفعش، انت تديله بس نص الفلوس وانا يعني لما يبقى معايا فلوس هديله. الراجل قال ماليش دعوه انا بيكم انتوا الاثنين، انا عايز الفلوس دلوقتي حالا، يعني خلال فتره قريبه تجمعوا لي فلوس يا اما ترجعوا لي المحل زي ما كان. رويده قالت خلاص انا مش معايا فلوس، بس انا ممكن يعني ابيض لك المحل واظبطه. قال لها يعني هتقدري ترجعيه زي ما كان بعد الحريقه دي؟ عامه ماشي، مدين لكم فرصه ومهله. بيسيبهم وبيمشي ويبداوا هما الاثنين علشان يبيضوا في المكان. عدنان بيدي فلوس لفريده، وطبعا ده هيكون فخ لان الفلوس دي المفروض فريده هتاخدها علشان تورطها. وبيتفق طبعا مع الراجل علشان يسرق الفلوس دي من فريده، ويا ريت كمان يضربها قلمين لانه متغاظ منها جدا، وبكده تبقى في مشكله كبيره. بينما فريده بتروح على الحمام وبتسيب شنطه الفلوس في المكتب بتاعها، وهناك كان في خطيبها. ومنلاقي بعد كده كمال ورويده شغالين هما الاثنين في تبييض المحل. وطبعا رويده كانت بتتظاهر ان هي يعني مش بتحبه او هي بعيد عنه، وقالت له ان هي ممكن تعمل كل حاجه لوحدها. قال لها انا معاكي وهساعدك. بيفتكروا طبعا زمان، فاكرين لما كانوا بيبيضوا وبيهزروا وبيضحكوا وكان سهير معاهم وكانوا عاملين جو حلو جدا، بتفتكر طبعا وبتتحسر على كل ده. ويبدأ ان هما يبيضوا المكان. بينما جمال بيتكلم مع فريده في شغله وبيديها الفلوس، وبتيجي سمر تتظاهر طبعا ان هي رجعت لجمال عشان ما تقدرش تستغنى عنه، وبتروح على طول وبتقول له انا جيت لاني انا فعلا ما اقدرش استغنى عنك. وسام بيزور هند وبيكون زعلان جدا على حالتها اللي وصلت ليها دي، وبيقولها كويس ان انت بخير وانا زعلت عليكي فعلا. سيف بيتصل بوفاء علشان يطمن على هند، وبتقول ان هي دلوقتي بقت كويسه. وفاء بتكلم كمال بتقول له تعالى عشان خاطر هند عايزاك. فبيستأذن الرويده بيقول لها ممكن ما تشتغليش يعني، نبقى نشتغل مع بعض. قالت له لا روح انت انا هعمل لوحدي. وطبعا كانوا بيفكروا في اللي حصل زمان ولما كانوا بيبيضوا المكان ده لما كانوا لسه في بدايه حبهم وكانوا سعداء ومبسوطين جدا. مديحه ووفاء كانوا تعبانين، اقترحت سعاد ان هما يمشوا وانها هتقعد هي مع هند يعني لحد ما هما ما يبقوا يرجعوا. طبعا بتقعد مع هند بتقول لها ان هي عارفه كل حاجه. قالت لها انا عارفه ويا ريت ما تتكلميش وشكرا جدا انك ما اتكلمتيش. قالت لها لا مش معنى كده ان انا مش هتكلم، انا بس بقولك ان انت تراجعي ضميرك ويا ريت تقولي انت بتحكي كل اللي حصل.